السلام عليكم. سوء التغذية كابوس ينهش أجساد أطفال الحديدة، وألم إنساني يتضاعف كل يوم في خارطة المحافظة القريبة من البحر والبعيدة عن الحياة. المنظمات المعنية بالطفولة تطلق صفارة إنذار بسبب تفشي سوء التغذية بين أطفال اليمن بشكل عام وأطفال الحديدة بشكل خاص، حيث بلغ مستوى سوء التغذية من أعلى المعدلات العالمية، إذ يعاني حوالي 1 مليون طفل يمني منها. تأتي في الواجهة محافظة الحديدة على رأس المحافظات التي يعاني أطفالها من سوء تغذية حاد. وبحسب آخر مسح ميداني لمنظمة اليونيسف، يعاني 32% من أطفال المحافظة سوء تغذية، منهم 10% يعانون سوء تغذية وخيم ويؤدي إلى العديد من المضاعفات. الهزال الشديد وملامح الوجوه الضامرة والعينان الجاحظتان أبرز مظاهر سوء التغذية لأطفال الحديدة في يوميات وجع تمتد كل يوم، خصوصا مع توقف العديد من مراكز علاج سوء التغذية التابعة لليونيسف. مشكلة سوء التغذية في الحديدة لها نتائج أخرى أكثر خطورة، فإلى جانب تأثيرها على صحة الأطفال، فهي تؤثر أيضا على تحصيلهم العلمي وبنيتهم الجسدية. ويقول مهتمون بالطفولة إن سوء التغذية إذا لم يعالج خلال السنتين الأولى من عمر الطفل ينجم عنه التقزم، الذي بدوره لا يؤثر فقط على مظهر الطفل البدني الخارجي، بل له تأثير على نمو دماغ الطفل أيضا. مشاهدين الكرام، حول مأساة الطفولة في الحديدة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا، سنبدأ النقاش بعد مشاهدة هذا التقرير. أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية، والمجاعة تهدد معظم السكان. هكذا تختزل اليونيسف إحدى مآسي الحرب في اليمن التي يعيش سكانها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وكما يبدو أن سوء التغذية هو الوجه الشاحب للمأساة اليمنية، خصوصا في الحديدة التي تضاعفت فيها معاناة الطفولة بين سوء التغذية وصعوبة الحصول على الغذاء. إعلان اليونيسف عن إغلاق العديد من مراكز علاج سوء التغذية تزامن مع النداءات الأخيرة والحملات المجتمعية التي دفعت بمأساة أطفال تهامة إلى صدارة الرأي العام، بعد أن أزاحت الستار عن الوجع اليومي للطفولة المعذبة في الحديدة، حيث يعاني أطفال تهامة من سوء تغذية حاد. وبحسب اليونيسف ذاتها، فإن 32% من أطفال المحافظة يعانون سوء تغذية، منهم 10% يعانون سوء التغذية الوخيم. وكلما تصاعدت نذر الكارثة الإنسانية البالغة السوء على هامش الحرب، وأطل شبح الموت الذي يحاصر الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد، أصم العالم أذنه وتجاهل كل أصوات النداءات التي ترتفع مطالبة بإغاثات عاجلة لأكثر من 1 مليون طفل يمني، وخصوصا في الحديدة المدينة المهملة. يتضاءل وصول المعونات الإنسانية إلى المستحقين للأسباب الأمنية التي تشترطها المنظمات، وفيما يستمر تحذير المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من تعمق أزمة الغذاء في اليمن وشبح المجاعة الذي بات يهدد أكثر من نصف عدد السكان الذي يفوق 14 مليون نسمة. تكشف التصريحات عن أداء ضعيف لهذه المنظمات أمام الاستجابة لاحتياجات اليمنيين، وهو ما عززه التصريح الأخير لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي لدريك، الذي أوضح فيه أن الصراعات الدائرة في المنطقة جعلت اليمن يختفي من قائمة الاهتمام العالمي. فهل يجد هذا النداء ضميرا صاغيا واستجابة تنقذ ما يمكن إنقاذه من حياة أطفال وضعت في مربع تهديد انعدام الغذاء وانعدام الحياة؟ مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الصحفي بسيم الجناني من الحديدة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ بسيم. مساء الخير أختي العزيزة، وكل عام وأنتم بخير وجميع أبناء الشعب اليمني بخير وصحة وسلامة، وأنت بألف خير، وبالأخص أطفال تهامة نتمنى لهم أن يعافيهم الله. لو بدأنا بالحديث عن مأساة الطفولة في الحديدة أستاذ بسيم، هي ليست وليدة اللحظة ولكنها تفاقمت وازدادت في الآونة الأخيرة، حدثنا عن ذلك. طلعتي في البداية دعيني وضعتي أمام والمشاهدين أمام صورة شاملة عن الوضع الإنساني في المحافظة التي أحيت قبل 10 أيام
مرور عام على انقطاع التيار الكهربائي جراء توقف محطة معرب الغازية وانعدام مادة الديزل والمازوت جراء يعني وفقا لقرار التعويم الذي يشترط على مؤسسة الكهرباء بدفع قيمة المشتقات النفطية المستوردة التي توردها شركة النفط إلا كاش وإيقاف حساب مؤسسة الكهرباء. طبعا هذه المحافظة المنسية منذ عشرات السنين وزادت نسيان واضطهاد وإجهاد على أبسط مقومات الحياة فيها وباتت اليوم تعيش وضع إنساني كارثي، الفقر والبطالة وتفشي الأمراض، وهي صورة طبيعية لغياب دولة حلت مكانها عناصر ميليشيا لا تعي المواطن وحقوقه أي اهتمام، وبات المواطن يصارع مرارة العيش والفقر والحاجة لما يصدر مقع عيشه ودوره. تهم اليوم وإنه لم الموسف أختي أن تمر هذه الكارثة على أبناء المحافظة، هي ليست سوء تغذية فقط، هناك فقر ومدقع يجتاح المحافظة، هناك جانب آخر أسود والذي يعتبره نقطة سوداء لجميع من ينتمون للمحافظة، عندما تنظم بالأمس القريب قافلة مواد غذائية لجبهات القتال من قبل ما تسميه المتحوثين في المحافظة من أبناء المحافظة، وتمر هذه القوافل الغذائية بالقرب من سلك المناطق المنكوبة ولا تحرك في هؤلاء أي ذرة إنسانية. المحافظة يوما بعد يوم تتجه للأسوأ، لم يعد هناك أي دور حكومي إغاثي سواء للمنكوبين أو الفقراء سواء أيادي بيضاء وفاعلي الخير. وهنا أوجه طبعا عبركم شكر وتقدير لكافة الجهود الخيرية من نشطاء وتجار ومن يساهم في تخفيف المعاملة وهي مقدمتهم اليوم شركة إخوان ثابت المستر الحاج عبد الجليل ثابت قدم اليوم قافلة غذائية وخصبة للعيد لتلك المناطق التي يشتاح فيها مرض سوء التغذية والفقر. طبعا سوء التغذية الوخيم أنا أسميه سوء التغذية والقاتل لأنه قاتل، يحصل أرواح الأطفال في حال وصل لمرحلة ما يسمى بالوخيم وهو بعد أن كان متوسط. والتمور الرئيسي هو قصور في غذاء الأطفال من الرضاعة الطبيعية، أيضا في الأطفال خاصة حديثي الرضاعة الناتج عن جهل مع تفشي الفقر المنتشر بشكل كبير في ريف. هناك أكثر من 16 ألف طفل في المحافظة يعانون من سوء تغذية، وكما ذكرت أنت أن هناك نسبة تعتبر المحافظة هي أعلى نسبة على مستوى الجمهورية من الأطفال الذي مصابون بسوء التغذية. أستاذ بسيم، يعني كما تتفضل بالحديث أن مشكلة الحديدة ليست يعني وليدة اللحظة، هي متفاقمة وتزداد يوما بعد يوم، ولكن ربما لأنها أصابت الآن الأطفال وازدادت هذه النسبة، هل أستطيع أن أقول أنها ظهرت إلى الإعلام حاليا أو إلى السطح بعد وصول هذه المرحلة أو النسبة من سوء التغذية بالنسبة للأطفال؟ نعم أختي، ما رأيناه من صور تلك الحالات هو جزء بسيط من المعاناة التي يعيشها الأطفال وتنتهي بالموت. منذ عامين تقلصت كل أنشطة التغذية العلاجية وتراجعت بشكل كبير من قبل المنظمات، ورغم دخول كميات كبيرة من الشحنات العلاجية عبر ميناء الحديدة المختلفة خاصة علاج سوء التغذية، لكن أصبح التوزيع عشوائي والتدخل العلاجي السريع للمنظمات خاصة منظمة الصحة العالمية والغذاء العالمي واليونيسيف تراجع بشكل كبير عما كان. انا اتذكر في الماضي ما بين عامين 2012 وعام 2014 كان هناك تدخل لمجموعه من الكلاستر من المنظمات الدوليه لعلاج سوء التغذيه لدى الاطفال، وفعلا حققوا تقدم كبير ونزلت النسبه من 31 او 32% الى 18%، واعلنت اليونيسيف هذا التراجع، وهو يعني تدخل كان للامانه مشهود، كنت انا احد الذين يعني شاهدوا وواكبوا هذا التدخل، الا انه في الفتره الاخيره هناك تقل يعني تملص كبير من قبل المنظمات الدوليه، يعني التحيته او منطقه القبعه التي يصاب فيها الاطفال بسوء التغذيه ليست هي الوحيده، هناك كثير من المراكز التي يوجد بها تدخل علاجي لسوء التغذيه تم ايقاف الدعم لها، او هناك يعني عدم اهتمام ايضا حكومي او ما نسميه قصور في تبني الرعايه الصحيه الاوليه ومنها سوء التغذيه. اصبحت المراكز الصحيه في كافه المديريات تعتمد بشكل اساسي على المنظمات الدوليه من خلال التدخل العلاجي. اليوم كلنا نعلم نفور المنظمات وسحب مشاريعها من عدد من المحافظات بسبب الحرب، وخاصه محافظه الحديده بعد طبعا الان اصبحت تحت سيطره الحوثيين، واصبحت كل الاعمال الانسانيه والاغاثيه في تراجع مستمر بسبب ما نسميه انا هناك بعض المنظمات يعني اصبحت تسحب مشاريع حد بسبب الابتزاز الذي يقوم به الحوثيين لهذه المنظمات، وباتت المراكز العلاجيه لا تمتلك اي مقومات
أو أي مقومات التدخل العلاجي لحالة سوء التغذية. نعم، طيب أستاذ بسيم، يعني الصراع الدائر في اليمن والحرب أيضا كتوصيف أحد يعني المتابعين للحالة في الحديدة بأن الصراعات أصبح يعني جعلت من الحديدة يعني تذهب من قائمة الاهتمام العالمي، هناك يعني الحرب الدائرة والحلول السياسية والبحث عن مخارج سياسية، يعني ابتعد الاهتمام عن الجوانب الإنسانية وخاصة ما يحدث في الحديدة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم نعم أختي، وفعلا هذه نقطة مهمة، لأنه كل أطراف الصراع أو أطراف الحرب الموجودة الآن في اليمن لا يهتمون بالمحافظة، لا سواء من الحكومة الشرعية أو من حكومة تقصد الواقع من الحوثيين، هناك تقصير، هناك إهمال، هناك عدم وجود أي خطة لإغاثة المحافظة من أي جهة كانت، سواء من الخارج أو من الداخل، المنظمات الدولية أصبحت الحديدة الآن بالنسبة لها محطة عبور فقط لتلك المواد الإغاثية التي تتوجه إلى المحافظات الأخرى، وإن كان هناك بعض الحصر والعمل الميداني الضئيل، خاصة أن هناك كثير من المنظمات أصبح التحرك في هذه الظروف بالنسبة لهم صعب، لكن المحافظة أصبحت هي أصلا تحت سيطرة الحوثيين، وأعتقد هم المسؤولين بشكل أساسي عن يعني تسيير هذه المنظمات في اتجاه إغاثة الناس في الأرياف، أيضا تسهيل عملهم، أيضا السلطة المحلية في المحافظة لابد أن تتبنى هذه النظرة وأن تكون لها مواقف جادة في هذا الموضوع، وأن تطلب من هذه المنظمات عبر النداء الإنساني، هناك حتى اللحظة لا يوجد أي نداء إنساني للأسف، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي نداء إنساني من جهة حكومية رسمية داخل المحافظة. نعم، كلما وجد يعني تقريبا هو كما تفضل بداية الحديث من فاعلي الخير، هناك أيضا يعني بعض المنظمات التي قامت بتدريب بعض المتطوعات كما تابعنا العديد من التقارير، هؤلاء المتطوعات التي يقمن بتقييم حالة الطفل هل هي سوء تغذية أم لا، وهناك حديث عن ضرورة تدريب هؤلاء المتطوعات على أكثر من جانب، برأيك يعني إن لم تهتم المنظمات العالمية بهذا الجانب من سيهتم، خاصة أنه نحن نعلم مدى مساحة فاعلي الخير ومدى استطاعتهم، يعني ربما هي جهود فردية لن تستطيع أن تفي حاجة الحديدة. أختي العزيزة، إن لم يتدخل المنظمات الدولية في هذا الجانب لا فائدة من الموضوع. هنا إدارة التغذية في مكتب الصحة للمحافظة لا تتلقى أي دعم حكومي من وزارة الصحة، لا يوجد أي دعم حكومي لمرض سوء التغذية سواء من المنظمات الدولية عبر المنظمات اللي هي معروفة منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وهي التي تنفذ المشاريع على مستوى الجمهورية اليمنية وليس على فقط المحافظة. إدارة سوء التغذية هي عبارة عن تنفذ مشاريع هذه المنظمات فقط، وبالتالي وتقدم العون اللوجستي ويعني في المراكز الصحية عبر الأرياف، عملية التوعية أيضا، حتى جانب التوعية هو أهم شيء في هذا الموضوع، وهو علاج التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية، بأهمية بتجنب الأعراض التي نعم، خاصة يعني مع وجود مشكلة زواج الصغيرات، يعني ما زلنا أطفال لا يستطيع العناية الكاملة بطفل جديد. دعنا نستضيف معنا أستاذ بسيم، نستضيف الأستاذ صادق السعيدي القائم بعمل مدير مؤسسة التواصل من الحديدة. مساء الخير أستاذ صادق. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك معنا أستاذ صادق، حدثنا بداية عن الحالة الإنسانية التي يعيشها أطفال الحديدة بشكل عام، وكيف يعني تضاعفت هذه المأساة في الأيام الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر لكم هذه الاستضافة وهذه اللفة الكريمة إلى محافظة الحديدة، نهنئكم ونهنئ كل الإخوة المشاهدين في كل بقاع الأرض بحلول العشر المباركة من ذي الحجة، كما نهنئهم أيضا بقدوم عيد الأضحى المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله عيد فرح وسعادة للأمة العربية والإسلامية جمعاء. طبعا الوضع المأساوي في الحديدة وما تبر به محافظة الحديدة وضع جدا يعني صعب يعجز اللسان عن وصفه، فبالذات مع الأحداث الأخيرة في البلاد تضاعف الوضع الإنساني، ازداد معدل الفقر والبطالة،
ازدادت نسبة سوء التغذية في أوساط الأطفال. فلذلك منظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة دورها جدا ضعيف، ولا يمكن أن تغطي حتى ما نسبته 10% من هؤلاء الناس المصابين سواء بسوء التغذية أو الفقراء، علما أن محافظة الحديدة هي من أشد المحافظات فقرا في الجمهورية اليمنية. نعم، إذن يعني لو حدثنا عن دور المنظمات الإنسانية أستاذ صادق، هل من تفاعل إنساني إلى اللحظة بخصوص هذه المأساة؟ والله المنظمات الإنسانية هي موجودة فعلا في الحديدة، ولكن قلت لك لا تغطي ما نسبة 10% مقارنة بسكان محافظة الحديدة، ودورها يعني تقدم ما عندها. فلذلك عبر منبركم وإذاعتكم نوجه نداء لكل المنظمات الإنسانية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة سوء التغذية والجوع، التدخل العاجل لإغاثة إخوانهم وأبنائهم وأهلهم في محافظة الحديدة. نعم. الحديدة مدينة منكوبة فعلا، تحتاج إلى تدخل عاجل من حيث الغذاء، من حيث الدواء، من حيث رعاية الأطفال والاهتمام بهم. هل تعتقد أن هذا كافي أستاذ صادق؟ يعني نعم، هل هذا الأمر يكفي إطلاق الهاشتاجات وأيضا عمل حملات إعلامية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والنداءات ومراسلة منظمات الأغذية العالمية؟ هل يعني ستحرك المياه الراكدة في الحديدة ونصنع يعني فارقا نوعا ما بالنسبة لهؤلاء الأطفال؟ والله هي تدخلات، هي بس بسيطة كما ذكر، في تدخلات من منظمات عالمية لكنها بسيطة بنسبة حجم المجاعة أو سوء التغذية الموجود والمتزايد في محافظة الحديدة. الآن مراكز سوء التغذية في كل المديريات نفذ منها الغذاء، لا تمتلك الآن الأدوية، والمرضى السكر ومرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان جميع كلهم لا يمتلكون الدواء، سببهم يتوفى، بعضهم يتوفى بسبب عدم وجود الدواء وصعوبة وصول الدواء إلى محافظة الحديدة، وإن وجد حتى في محافظة الحديدة يوجد بسعر باهظ يعني بثلاثة أضعاف السعر، وهذا كله أيضا مما يزيد في تفاقم الأزمة الإنسانية والوضع الحالي في محافظة الحديدة. المنظمات الإنسانية تقدم مساعدات، هناك أكثر من منظمة عاملة في محافظة الحديدة تقدم مساعدات، لكن هذه المساعدات كل ثلاثة أشهر كل أربعة أشهر أن تأتي أسرة مكونة من 11 فرد أو 15 فرد وتستلم كيس دقيق وقطمة رز وقطمة سكر ودبة زيت وتستمر عليها من 3 أشهر إلى 4 أشهر، هذا لا يغني لهم، لا يعد لهم شيء ولا يكفي حتى يعني لأسبوع أو أسبوعين لمثل هذه الأسر الكبيرة. فالحديدة تحتاج إلى تدخل عاجل ومستمر. الأطفال أيضا الذين يعانون من سوء التغذية في المديريات، الآن لا توجد مراكز تغذية إلا في مراكز المحافظة، ولذلك يعني صعب عليهم الوصول إلى مراكز التغذية في محافظة الحديدة. فلذلك نناشد المنظمات أن ترتب قافلة أو تنقل من أرياف محافظة الحديدة سواء في مديرية السحيطة أو في زبيد أو في الزهرة أو في الزيدية، كلها يوجد فيها كل مناطق منكوبة ومصابة بسوء التغذية للأطفال، أن تنظم قافلات سير أو توفر وسائل مواصلة لنقل الناس من القرى إلى المدينة حتى يستمروا في علاج أطفالهم لسوء التغذية، وتوفير أيضا مراكز إيواء لأهاليهم ومرافقيهم في المدينة. بعض الأطفال يموت بسبب أن أبوه أو أهله لا يجدوا مبلغ لإيصاله إلى مركز المدينة أو مركز المحافظة لعلاجه. ولذلك كثير من الحالات ما يمكن أن نصل إليها أو لا نسمعها إلا بعد أن تتوفى، وفي بعد ذلك يعني لا يمكن أن نقدم له أي شيء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ صادق السعدي القائم بأعمال مدير مؤسسة التواصل، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. عودة إليك أستاذ بسيم. أستاذ بسيم، يعني طرح الأستاذ صادق نقطة مهمة، وهي أن مراكز علاج سوء التغذية قليلة جدا وتتركز في يعني مراكز المحافظات ولا توجد في أو المديري يعني المديريات ولا توجد في القرى أو في الأماكن النائية.
يعني هناك مشكلة أيضا أخرى، العدد كبير، عدد المنظمات قليل جدا العاملة، تتركز في أماكن ربما لا يستطيع الجميع الوصول إليها. هناك حديث عن فقط يعني الغرف أو المراكز التابعة لليونيسف غرفتان فقط أو أقل يعني، وتوقف العديد منها. ما هي أسباب ذلك أستاذ بسيم؟ أختي، كان أولا يعني بالنسبة للحالة الإنسانية العامة في الحديد، أولا والله يا أستاذ من العيب أن نتحدث عن محافظة لا يوجد فيها تكافل اجتماعي، يوجد فيها فقر بهذا الشكل المفقع، وهي محافظة ترفد ميزانية الدولة بمليارات الريالات. نعم. يعني محافظة إرادية بالدرجة الأولى، لا يقل في الربع في أي ربع من أرباع السنة عن 10 مليار ريال ترفد الميزانية. طبعا هذا في حالة الحرب يعني، فما بالك في الأيام السابقة، والموضوع هذا هو موضوع اصلا سابق قديم. طبعا بالنسبه لمراكز علاج التدخل العلاجي سوء التغذيه، كان في الفتره السابقه يتم عبر المراكز الصحيه الموجوده في المديريات. كيف؟ هناك طبعا يعني لابد ان نتحدث عنها، هي ويجب معالجتها، جوانب اخرى يجب معالجتها، النظر لها من قبل مكتب الصحه والحكام جديه، وهي متابعه المراكز الصحيه في الارياف للقيام بواجبها. طبعا يعني المتابعة والتوعية، وكثير من المنظمات كانت تشكو من بيع تلك المراكز الصحية، المراكز للأدوية المخصصة لسوء التغذية في البقالات والمحلات، وأصبح العاملين في بعض المراكز الصحية لا يراعون مسؤوليتهم طبعا الأخلاقية في مجتمعهم، وأصبح العامل الصحي ينظر لأي تدخل من المنظمات لعلاج سوء التغذية هو مني مرتب ومال إضافي بجانب راتبي الحكومي. وعندما توقفت هذه المنظمات عن دعم النشاط العلاجي في المراكز الصحية، توقفت أنشطة التغذية العلاجية للأطفال في هذه تلك المناطق الريفية. القصور يعني من الجانب الحكومي أولا، ويعني سحب المنظمات دعمها لتلك المراكز. أنا كنت مطلع على دعم المنظمات الدولية لفتح مراكز في مراكز المديريات. الآن هذه المديرية مثلا التي هي نشرت منها الصور والمأساة الموجودة وهي مديرية التحيتة، هناك مركز للتدخل العلاجي بني حديثا فيها مؤخرا، وهو خاص بسوء التغذية، ولم يتم افتتاحه أو دعمه من أي منظمة حتى اللحظة. كما قلت سابقا بأن الدور الحكومي يقتصر فقط على الدعم اللوجستي والتعاون من قبل مكتب الصحة وتوفير مرافق هي تابعة لمكتب الصحة، لكن كخطة علاجية كتوظيف أو تشغيل كادر صحي متخصص يقوم بتدريبه ويقوم بمتابعة الأطفال في تلك المناطق، هو يأتي من خلال دعم تلك المنظمات العاملة في المجال الصحي، وخاصة في معالجة التدخل. هناك ميزانية مهولة وهائلة يعني تستلمها المنظمات الدولية للأمم المتحدة من خلال منظمات الغذاء العالمي خاصة بسوء التغذية. لا نعرف ما القصد. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ بسيم في هذه النقطة فقط أن نشرك معنا دكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحة بالمحافظة من الحديدة. مساء الخير دكتور عبد الرحمن. مساء النور وجمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، يعني في كل مرة يفتح ملف جديد في الحديدة أكثر سوءا من ذي قبل، يعني هذه المرة سوء التغذية الذي تلاحق الأطفال والتي وصلت 10% حالة منها إلى سوء التغذية الوخيم، كيف تتحدث عن هذه النقطة؟ طبعا أنا مش عارف ليش جبت رقم 10%، لكن هو في العام 2000 بحسب مسوحات اليونيسف في العام 2011 كان نسبة سوء التغذية الوخيم هو 9.9، ولكن مع حلول العام مع نهاية العام 2013 نزلت هذه النسبة إلى 3.3. نعم، ولكنها عادت في الرجوع حسب تقييم منظمة اليونيسف يعني الأخيرة، يتحدثت أنه كان قد نزل ولكنه عاد بتراجع سريع إلى 10%. غير صحيح هذا الكلام، ومسوحات مسح اليونيسف الأخير العام الماضي كان تقريبا في حدود 4.5. نعم، هذا في العام الماضي، ولكن لم يتم مسح جديد لهذا العام، إنما الوضع نتيجة الحرب أكيد ازداد سوءا. طبعا الحالة هذه موجودة وموجودة منذ وقت طويل،
سوء التغذية يجب أن نفرق بين حالة سوء التغذية وبين الجوع أو ما هو حاصل لنا. يعني من خلال مشاهدتي للوسائل الإعلام وللوسائل التواصل الاجتماعي هب الجميع مشكورين لتزويد المنطقة بالكثير من الأدوات ومن المواد الغذائية، ولكن هذا لا يحل المشكلة. احنا نشكرهم ونشكر تعاونهم ونشكر تفاعلهم معنا، وهذا التفاعل المجتمعي مطلوب ومطلوب من زمان وليس من الآن. نتمنى انه يكون كافة التدخلات اولا موحدة، ثانيا يجب ان نتفهم مشكلة سوء التغذية. نعم. عفوا دكتور، يعني للتصويب فقط، يعني كما تفضلت اليونيسف تحدثت عن 32% من أطفال المحافظة يعانون سوء تغذية، منهم 10% يعني من نسبة 32 بما نسبته 4.5. ولكن أستاذ دكتور عبد الرحمن، نعم، يعني أنتم في مكتب الصحة كيف تتعاملون مع هذه المأساة؟ كما تفضلت هناك يعني ربما حراك شعبي ولكنه غير مجدي أو غير قادر على تغطية مثل هذه النسبة وإنقاذ العديد من الأطفال. صحيح، لأنه سوء التغذية هناك مسببات كثيرة، ليس عدم توفر الغذاء فقط. عدم توفر الغذاء عامل كبير ومسبب كبير، لكن هناك عوامل كثيرة مسببة لسوء التغذية عند الأطفال، أهمها هو عدم أو جهل الأمهات بطرق تغذية أطفالهم وبنوعية الغذاء وبالرضاعة الطبيعية وأهميتها. وهناك الكثير من المشاكل ترتكز على التوعية والتثقيف الصحي في المناطق، الذي لو اعتمدنا على التوعية وعلى التثقيف الصحي لنجحنا نجاحا كبيرا. ما الذي يمنع إذن من عمل هذه التوعية دكتور جار الله؟ نحن طبعا لدينا الفرق، لدينا أكثر من 1000 متطوعة في هذا الجانب. جميل. في مجال التثقيف التغذوي، وهناك موازي لهم 1000 متطوعة متوزعين على المديريات في التثقيف بشكل عام، وهذا يعني ويشتغلوا كلهم في الميدان وموجودين في الميدان وبشكل كبير، سواء مع المنظمات أو في الجوانب الحكومية. طبعا المشكلة اللي حاصلة الآن في مديرية من المديريات هي لا تخص، صحيح أنه الصور التي نشرت هي نشرت صور في مديرية التحيتة، لكن أنا من وجهة نظري وقد حذرت عدة مرات وقد رفعنا الكثير من المذكرات إلى الجهات سواء الوزارة أو المحافظة، بأن هناك مشكلة على الخط الساحلي. القرى المتواجدة على الخط الساحلي قرى متناثرة، سكان تجمعات سكانية عديدة على طول الشريط الساحلي، الأهالي يعانوا فقر شديد، البيوت كما رأيتم في الصور بيوتهم بسيطة جدا، تبنى على البحر من سعف أو من حتى بعض أحيان من كراتين. هذه المناطق الموجودة على الساحل بحاجة للاهتمام. احنا الآن وجهنا لكافة المنظمات العاملة معنا وفرقها المتنقلة، احنا لدينا أكثر من 20 فريق متنقل في المديريات يعملوا مع المنظمات. الكثير من المنظمات وجهناهم بأنه نتوجه تعمل كافة المنظمات على الشريط الساحلي ونبدأ من حيث المشكلة. نعم، هل من رسائل وجهتوا إلى منظمة الصحة العالمية على هيئة نداءات إنسانية للمساعدة لعمل حلول عاجلة، خاصة كما تفضلت أن هناك مجموعة من القرى ليست فقط مديرية التحتية التي نشرت فيها الصور تحيتها؟ نعم، ابتداءً من المجيليس وهي تتبع التحيتة على الخط الساحلي، وابتداءً من بعض قرى الدريهمي الى ان تصل الى حتى المخا اذا ما واكثر. نعم. بعد من المخا هناك تجمعات سكانيه بحاجه للتدخل في مجال سوء التغذيه. نعم، هل تفاعلت معكم اي جهه؟ الان كل الجهات متفائله معنا، منظمه الصحه العالميه متفائله جدا ومستعده الان للعمل معنا في على طول الخط الساحلي، اليونيسف وهم لهم باع طويل في هذا الجانب، وقد تعاوننا مع بعض لبناء مركز تغذية علاجي في مديرية التحيتة في مركز المديرية، وهذا المركز بني على التعاون مع اليونيسف والآن جاهز للعمل. طبعا هناك فرق موجودة في مديرية التحيتة تعمل
ونزود المديريه احنا بشكل دائم بالادويه الاغذيه العلاجيه. نعم. سواء بلومبينات او بلومبيدوز. طبعا هناك ادويه خاصه لسوء التغذيه الوخيمه احنا لا نوزعها، لا يجوز استخدامها في المنازل لخطورتها، ولكن يتم استخدامها تحت الاشراف الطبي في مركز متخصص بالرقود، واحنا لدينا الكثير من المراكز، اهمها المركز الكبير الموجود في هيئه مستشفى الثوره، وهناك مراكز في حيس وفي بيت الفقيه وفي الباجل وكثير من المديريات. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن جار الله مدير مكتب الصحه بالمحافظه، كنت معنا عبر الهاتف من الحديده. استاذ بسيم، يعني هناك ربما يعني بعد الحمله الاعلاميه التفاعل من المنظمات الانسانيه لانقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الماساه، هل تتوقع ان يعني بهذه المبادرات التي ربما كانت شبابيه واطلاق نداءات عديده للفت نظر الاعلام لهذه المديريات التي تعاني في الحديده، هل يمكن ان نتجاوز خط الخطر الذي يحدق بهؤلاء الاطفال؟ نعم، هناك حراك غير عادي، هناك تحركات بشكل كبير من كافه النشطاء من بعض المنظمات الدوليه والمحليه، لكن من بعض رجال الخير وفاعلين الخير، لكن لابد كما قال الدكتور بان يكون التحرك علمي. نعم. على اساس علمي يتم علاج هؤلاء الحالات بصوره علميه، لا كما قال الدكتور لا يمكن ان تعالج المشكله بتدخل مساعدات فقراء ومساعدات غذائيه، وان كانت ضروريه جدا خاصه في تلك المناطق وخاصه شريط الساحل اليمين الخوقة حتى دريهمي ووصولا للمحافظه. نعم. هناك فقر غير عادي، هناك اناس دفنوا تحت التراب من خلال القرى المترامية الصحراء القاحله، لابد ان يكون هناك تدخل ايضا علاجي متخصص يتم فيه وضع خطه علاجيه لحصر الاطفال واعداد خطه علاجيه، يكون هناك يعني تواصل مع المراكز الصحيه الموجوده في تلك القرى، ولا يكون العمل عشوائي، وان كان العلاج متوفر او موجود فلا بد ان يكون هناك يعني كما قال الدكتور ان هناك متطوعين، لا بد ان يتم استغلال هؤلاء المتطوعين بصوره صحيحه، وان كان هناك للاسف يعني بعض المتطوعين ياتي للتطوع خاصه فيما يجوز مجال الصحه وفي الاخير يطلبون مبالغ ماليه، لكن هناك الان ما دام ان المشكله اصبحت على مستوى الراي العام لابد ان يكون التحرك من الجميع، وان يكون باشراف مكتب الصحه، لابد ان يكون مكتب الصحه موجود في الصوره والسلطه المحليه على علم بكل ما يجري او يطلق نداء، ويكون هناك تحرك عملي على كافه المستويات، واريد اكرر بان هناك لابد ان يكون التدخل علمي من الناحيه الصحيه. نعم. والناحيه العلاجيه التوعويه ايضا حتى ايوه، والتوعويه هي ضروريه جدا، احنا يعني انا ما اتذكر هناك سنوات طويله وهم يعملون في مجال التوعيه، ولا اعرف لماذا القصور او المشكله اللي حصلت في هذه القريه، يعني هو عباره عن يعني خلل في التوعيه، خلل في الجهل الموجود في هذه القريه. نعم، اذا استاذ بسيم يعني نحن نتحدث نعم عن سببين رئيسيين يعني يولدان مثل هذه الحاله، الجهل والفقر ايضا، الجهل يحارب بالتوعيه وتوعيه النساء ومحاوله الحد من زواج الصغيرات حتى تستطيع الام ان تعتني بطفلها بشكل جيد، لكن الفقر استاذ بسيم يعني ان لم تقم هناك مشاريع صغيره لارباب الاسر، ما فائده القوافل الغذائيه قافله بعد قافله؟ يعني إن تم علاج هؤلاء الأطفال من سوء التغذية سيظهر بعضهم آخرون، يعني يتحدث عن الأستاذ يعني كان صادق تحدث معنا أنه بعض الأطفال يموتون لأن أهاليهم لا يجدون بما ينقلون أطفالهم إلى المراكز من سوء الحالة الاقتصادية. صحيح أختي، الفقر يعني منتشر يعني صورة كبيرة جدا حتى في مدينة الحديدة وليس في الريف فقط، أصبح الفقر يغرق كل ابناء المحافظه، يعني امانه ان لم يكن هناك يعني حمله اغاثيه على كافه المستويات الغذائيه والصحيه، هناك كان هناك من اول هناك كان يوجد صندوق الاجتماعي للتنميه توقفت كل اعماله، وكان هناك بعض المشاريع الصغيره التي توهب لهؤلاء الفقراء للاسف توقفت، هناك الحرب يعني اوقفت كل سببت بركود اقتصادي على كافه المستويات. نعم. فأصبح الفقر يعني يهدد كل منزل، أصبحت البطالة في كل بيت،
اصبحت العمالة يعني العمال صبحوا من كل وظائفهم، حتى من كان مستور في بيت للاسف الحرب جعلت منه عرضه لان يشهر به، وان للاسف يظهر امام الناس وكشف المستور. الوضع كارثي فعلا، لابد ان يكون هناك تدخل على كافه المستويات، وان كان يعني بصوره محدوده، وان كان اشد فقرا، نصل للناس الاشد فقرا من لا يجد حتى قوت يومين. لابد ان نصل لهؤلاء، وان يكون هناك حلول عمليه يعني تشتهم من مما هم فيه. لابد ان يكون الدور متكامل بالجانب العلاجي والجانب الاجتماعي والجانب التكافل الموجود عبر المنظمات المجتمعيه. لابد ان تتحرك على كافه المستويات، ليس فقط في التحيته، الفقر نعم. موجود في كثير كل في المديريات، نعم في كل مكان. اذا اسمح لنا استاذ بسيم ان ينضم معنا ايضا في حوارنا هذا دكتور جمال عبد المغني، منسق حمله انقذوا تهامه. مساء الخير دكتور جمال. مساء النور. حملة أنقذوا تهامة دكتور التي أطلقت على صفحتك في الفيسبوك، ما مدى صداها وتفاعل الناس معها؟ بخصوص حملة أنقذوا تهامة التي عملتها على صفحتي في الفيسبوك، أسعدني كثيرا كمية التفاعلات سواء من المغتربين أو من الساكنين في صنعاء وعدة محافظات. بخصوص الحملة، احنا ما قمنا في الحملة هذه إلا بعد ما ضاقت عنهم السبل، خصوصا أطفال مدينة التحيتة الذين يعانون من سوء تغذية حاد، وهم بحاجة إلى رعاية طبية متكاملة. فبعد ما يتم عمل الرعاية الطبية المتكاملة، محتاجين نظام غذائي متكامل. النظام الغذائي المتكامل هذا يحتاج فلوس كثير، وللأسف هذه الأسر لا تملك هذا الكمية الكافية من المال، لذلك إمكانية رجوع المرض بعد المعالجة وارد جدا. نعم. ولهذا السبب قمنا بهذه الحملة بمجهود ذاتي وبدعم من المغتربين وبدعم من أهالي صنعاء وأهالي إب، وتفاجأت بكمية التفاعل. والحملة مبشرة نوعا ما، وإن شاء الله يتم الدعم بأكثر. نعم. ما الذي ستعملونه دكتور جمال، خاصة ونحن نسمع أن مجموعة من الأطباء تفاعلوا معك، ما هي يعني أسس الحملة، ماذا ستقومون به؟ هو حاليا يعني مثل ما تعرفي انه في اجازه العيد يصعب التواصل مع منظمه اليونيسف، لذلك يعني خطه العمل تكون كالتالي: سيتم نفط مكتب اليونيسف في صنعاء مع مكتب اليونيسف في الحديده، وعمل خط مباشر بحيث يتم تقييم الحالات المرضيه في الحديده ومعرفه اذا كانت بحاجه الى غذاء وعلاج في الحديدة، هي يعني إذا تم قبولها في مستشفى الصودا في الحديدة خير وبركة، في حالة ما قدروا يقبلوها في مستشفى الصودا سوف يتم تحويلهم إلى مستشفى الكويت ولا مستشفى الصودا في صنعاء على نفقتنا الخاصة. جميل. يعني هل ستقومون بعمل نزول ميداني لتلمس أوضاع الأطفال في الحديدة؟ نعم إن شاء الله بعد العيد، هذا سيتم كله بعد العيد يعني. هل ستتواصلون نعم هل ستتواصلون مع منظمات عالمية أم فقط ستكتفون باليونيسف في صنعاء مكتب اليونيسف؟ حاولنا التواصل مع منظمات عالمية لكن للأسف لم يردوا علينا حتى اللحظة. مكتب اليونيسف في صنعاء أبدأ استعداده ونشكره على تفاعله وأبدأ استعداده، لكن المشكلة الوحيدة هي قرب عيد الأضحى، لذلك وعدنا إن شاء الله بعد العيد سوف يتم ربط مكتب اليونيسف في صنعاء مع مكتب اليونيسف في الحديده، بالاضافه سنتعاون مع مدير مكتب الصحه في الحديده وابدا تعاونه ايضا معنا ولله جزيل الشكر. نعم، اذا يعني دكتور جمال نشد على ايديكم في هذه الحمله ونحن معكم اعلاميا، لا تيأسوا من مراسله المنظمات العالميه، ربما ترد عليكم عاجلا او اجلا، ونحن سنساندكم بما استطعنا اعلاميا. شكرا جزيلا لك دكتور جمال عبد المغني، منسق حمله انقذوا تهامة. عودة إليك أستاذ بسيم. أستاذ بسيم، يعني بحسب حديث الدكتور جمال، يعني لا تفاعل شديد مع منظمات عالمية، وكما تحدثنا في بداية الحلقة يعني يتضح فعلا أن الحرب جعلت يعني أخرجت اليمن من دائرة الاهتمام الإنساني في المنظمات، ما رأيك؟ نعم أختي، طبعا ليس فقط على مستوى التدخل العلاجي، ولكن حتى على مستوى الإغاثي في المحافظة للأسف المنظمات لم تكن تعمل بالدور المطلوب، ويعني وفي الفترة الأخيرة شاهدنا
يعني العمل الموجود على الميدان هو حاجة بسيطة جدا، وجود بسيط لا يذكر. وللأسف هناك مناطق مترامية الأطراف في الريف التهامي لم تصل إليها المنظمات بشكل يعني أساسي أو حتى سنوي. يعني الآن هناك تقصير كبير من تلك المنظمات، سواء إغاثية، سواء هناك منظمات تعمل في يعني تتبع الحكومة الشرعية لم تصل للمحافظة ولا حتى عبر وسطاء، أو حتى أن تحاول حتى الوعود التي كانت قد سبق أن أعلنها وزير أو مسؤول الإغاثة الإنسانية في الحكومة الشرعية، لم تصل تلك المعونات بالشكل الرئيسي أو لمن يحتاجها، أو حتى وجدنا أو لمسنا شيء على الأرض من هذه الحملة. طبعا أنا أتمنى أن تتبنى مكتب الصحة كل الحملات الآن التي تقام من نشطاء على كافة المستويات، تعطي ثمارها وتسهيل السلطة المحلية في المحافظة لعمل هذه الحملات. لا بد أن يتم استغلال هذا الزخم الإعلامي والزخم النشاط النشطاء والنداءات التي أطلقت للاستفادة منها. طبعا أن يكون التدخل العلاجي أيضا للمنظمات التي تحدث عنها مدير عام مكتب الصحة متواصل وليس مؤقتا فقط. نعم. لأن ما حدث سابقا من سحب أحد المشاريع، كان هناك 16 ألف طفل يتلقون علاج سوء التغذية لأحد المشاريع التي تبناها منظمة الصحة العالمية عبر مجموعة 3 من المنظمات، وتم سحب أعتقد المشروع. وللأسف من كان في حالة علاج متوسط ومتقدم لتجاوز مرحلة الخطر، بعد أن سحب هذا المشروع تعرض هؤلاء الأطفال لحالة الخطر وأصبح مهدد بالموت. طبعا دائما الوخيم غالبا ما يؤدي إلى الموت، لذلك حياة الأطفال أصبحت أمانة في أعناقنا، في أعناق المسؤولين في المحافظة. كل من له سلطة سواء في الداخل أو الخارج لابد أن يستجيب لهذا النداء الإغاثة الموجود، وأن يساهم في حل هذه المشكلة جذريا، وأن يكون هذا الزخم الإعلامي والحراك الإعلامي والرأي العام الموجود فرصة لأن نتجاوز هذه يعني سوء التغذية الوخيمة قاتل. لو عملنا مسح ميداني على مستوى الشرق الأوسط لوجدنا أن تهامة أو تهامة هي أكثر منطقة منتشر فيها هذا المرض بشكل كبير جدا، يعني على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط. إذن أخيرا أستاذ بسيم، يعني أطفال حديدة في قلب المأساة، هل تتوقع أن يتم يعني مضاعفة المأساة هذه في الأيام القادمة، أم تلافي هذا السوء بكل هذه المبادرات التي نسمع عنها؟ يا ما تم حصره حاليا هو جزء بسيط. لو أقام مكتب الصحة حصر جديد أو رصد جديد عبر إدارة التوعية والتثقيف لوجدنا أن ما هو موجود الآن في التحيثة يعني جزء من المياه، جزء من 1%. هناك حالات تغذية لم تظهر، هناك مآسي إنسانية وفقر غير عادي في مناطق أخرى لم تظهر. يعني الموضوع يعني ليس فقط على مستوى الأطفال، الموضوع على مستوى الكبار والنساء في تلك القرى في تلك الأرياف. هناك حالة من المأساة والمعاناة. صحيح. مع استمرار الحرب تتفاقم يوم بعد يوم، وللأسف لا يوجد لها أي ما يوجد من يسقي لهؤلاء. نأمل الآن أن يتم الالتفات لهم في ظل هذه الحملات الإعلامية. شكرا جزيلا لك دكتور بسيم جناني، كنت معنا عبر سكايب من الحديدة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، فعلا أطفال الحديدة في قلب المأساة، يحصرهم شبح الجوع وربما الموت، فلا تنسوهم في ظل فرحتنا بالعيد. شكرا لمتابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.